أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في مقدمة اليوم اللي راح تكون الجزء الثاني من الجريمة الكروية الرياضية اللي راهم يديروا فيها في الفئات الشبانية. قبل أسبوع فقدنا لاعب في عز شهر الفضيل وهو شهر رمضان بعد سقوط خطير وغياب الإسعافات، تم فتح تحقيق، نتمنى المحاسبة في أقرب وقت خاصة بالنسبة للمتسببين في تلك الحادثة. بعدها المسيرين ديالنا ما يدوش العبرة، وبالأمس لاعب ينشط في رابطة وهران زاد سقط مرة أخرى سقوط خطير، الحمد لله فقط كانت سيارة الإسعاف حاضرة ونقلته للمستشفى، نتمنى له الشفاء. رسالة لهؤلاء الشبان، كي يديروا لكم مباريات في عز منتصف نهار وزوال شهر رمضان ما تلعبوش، صحتكم قبل كل شيء، لأنه الشخص لو يبرمج المباريات راهو تحت المكيف الهوائي لابس كوستيم وما على بالوش بالظروف الحرارة والمناخ والصيام والعطش وعدة أمور يعاني منها الرياضي. كذلك رسالة ليائس الفافوريت صادي، أوقف علينا هذه المباريات تاع الفئات الشبانية اللي راهي تلعب في زوال ومساء الشهر الفاضل، أرواح الناس قبل كل شيء، هذه أرواح راح نتحاسبوا عليها جميعا يوم القيامة. رئيس الفاف، عليك بالتواصل مع رؤساء الرابطات، كما يقال بالعلمية راهم خاربينها ولازم نلقاو حل وتأجيل أو إلغاء كل هذه المباريات، خاصة في المناطق وين تكون درجة الحرارة مرتفعة كما نشوفوا في هذه الصور، كاين مناطق ساخنة حتى وتلعبهم على 5 مساء الحرارة تكون مرتفعة. لذلك ما بقاش كلام فوق هذا الكلام، لابد من اتخاذ قرارات سريعة فورية، يعني اليوم قبل الآن، لأن صحة هؤلاء الرياضيين تسبق المباريات وتسبق رزنامة، لأنه إن أردنا تطوير الفئات الشبانية والجميع يهدر أنه لابد من تطوير الفئات الشبانية، التطوير يبدأ من الآن. تلعب في عمره 17 سنة أو 16 سنة أو حتى 18 سنة تلعب أنت على 9 تانية زوالا وفي عز شهر رمضان وهو صايم، أنا أشوف الأطفال في أرضية ترابية وزيد تلعبوا في ساعة تانية زوالا، يا أخي هذا عذاب. لذلك لابد من وزير شباب الرياضة إلى رئيس الفاف إلى بقية المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة وفورية لمصلحة هؤلاء الشبان، لأن الأرواح غالية وغالية وغالية. السلام عليكم. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.